السلام عليكم. ان شاء الله هنعرض في الفيديو ده اهم التركات اللي جت في امتحان 23 كتاب الوسام مستوى رفيع. تعالوا نشوف السؤال رقم 25. ملفين دائريين متجاورين كما بالشكل في ثلاث اوضاع، فان اكبر معامل حس متبادل بينهم يكون في الوضع ده. اولا الحس المتبادل بيحدث بين ملفين، ملف بينتج خطوط فيض والملف الثاني يقطع خطوط الفيض. يبقى شرط عشان يحدث حس متبادل بين الملفين ان يكون الملف قادر على قطع خطوط الفيض. فلو جينا بصينا على الشكل بي هنلاقي الملف الكبير لو انتج خطوط الفيض، خطوط الفيض هتكون موجودة بالمنظر ده لأعلى، او تقدر تعتبر ان المجال الخاص بالملف الدائري خط بيمر بالمركز. طيب هنا هل هيصبح هذا الملف قادر على قطع هذه الخطوط؟ لا، لأنها هتبقى موازية لي، فبالتالي لن يحدث هنا قطع. طيب تعالوا نشوف الشكل ده. هنا لو الملف ده هينتج خطوط الفيض، فهل الملف ده هيقدر يقطع هذه الخطوط؟ برضو مش هينفع. طب ايه السبب؟ السبب ان انت وضعت الملفات بطريقة خطأ، جعلت الملفات متعامدة. ففي حالة وجود الملفات متعامدة يمكن ان ينعدم الحس المتبادل. ففي سؤال كنا مرة شفناه برضو في كتاب الوسام قبل كده في الاسئلة المقالية، كان السؤال بيقول متى ينعدم الحس المتبادل بين ملفين؟ قالك ينعدم الحس المتبادل بين ملفين عندما يصبح الملفين متعامدين. طب ايه الفكرة؟ ان الفكرة ان الملف هيصبح غير قادر على قطع خطوط الفيض الناتجة من الملف الاخر. طيب هنا لو حصل انتاج لخطوط الفيض، هل الملف ده هيكون قادر على قطع هذه الخطوط؟ طبعا، وبالتالي الشكل الصحيح هيكون الشكل سي، يعني الاختيار هيكون رقم ج. السؤال اللي جاي سؤال فكرته حلوة وكنا حلينا زيه قبل كده، كان جه في امتحان فلسطين 2017 عن الدينامو. ملف مربع الشكل طوله 10 سنتي، من هنا اقدر اجيب المساحة. عدد لفاته 1000، يدور في مجال منتظم، والعلاقة بين الام اف والزمن زي ما هي موجودة بالرسم. عايز قيمة البي. طيب احنا ممكن نتعامل ازاي؟ عندي على الرسم هنا قيمة الام اف الماكس اللي هي القيمة العظمى. هنقول الاي ام اف ماكس عبارة عن ابن 2 باي اف. طيب احنا عايزين نجيب البي، يبقى البي هتساوي الاي ام اف ماكس اللي هي على الرسم ب20 على المساحة. هو مربع طول ضلعه 10، يبقى 10 × 10 × 10 أس سالب 4 في عدد اللفات 1000 في 2 والباي ب3.14 من 100. هتلاقي نفسك محتاج التردد والمسألة تخلص. طيب هروح على الرسم عشان أجيب منها الزمن الدوري وبالتالي أقلبه فيبقى معايا التردد. هلاقي صعوبة المسألة هنا. فين بقى الزمن الدوري؟ أنت معاك زمن مش بادئ من وضع الصفر، الملف بدأ يدور من وضع الصفر وانت ما حسبتش الوقت، انت بدأت تحسب الزمن من هنا. الزمن من هنا يعني بدأ التوقيت بتاعك يبدأ من هنا، عشان مكتوب هنا صفر بالنسبة للزمن، فبدايتك هنا، بداية الزمن من هنا، لكن بداية حركة الدينامو من هنا. فبالتالي التوقيت ده ما هوش زمن اللي انت متوقعه التلات اربع دورة. امال ده زمن ايه بقى؟ ما ده اللي احنا عايزين نوصل له. انت بدات تحسب وقتك من هنا، كان ساعتها الدينامو متحرك بالفعل ومحقق 10، وال10 دي تمثل نص القيمه العظمى، يعني تقدر تقول ان هو محقق زاويه 30. عند الزاويه 30 اول ما جه الدينامو عند الزاويه 30 بدات انت بقى تفكر انك تحسب الزمن، فقلت انا هبدا احسب الزمن من هنا لحد ما وصل لل 270. ما هو ده كده لو اعتبرت ده الصفر هيبقى ده 90، ده 180، ده 270. يبقى انت الزمن الدوران اللي انت حسبته مش من البدايه، ده من الزاويه 30 للزاويه 270. ساعتها كان الدينامو دار من هنا لهنا كام؟ هتقول الزاويه اللي بين ال 30 وال 270، يعني شوف الفرق اللي بينهم، هتلاقي 240. يعني كمل على 30 240 هتلاقي نفسك وصلت على 270، يعني طرحتهم من بعض. يبقى زاويه الدوران 240. حلو، يبقى زاويه الدوران اللي هي 240 كان زمنها الزمن الدوران من هنا لحد هنا 2.4 من 10. 2.4 من 10. يا ترى ال 360
زمنهم هيبقى كام؟ ومن هنا اقدر احسب الزمن الدوري. يبقى الزمن الدوري هيساوي 360 في 2.4 من 10 مقص كده على 240، هيطلع الزمن الدوري 3.6 من 10. خلاص كده المسألة خلصت. هاجي على التردد بقى، يبقى التردد 1 على 3.6 من 10. اجي اكتب هنا 1 على مقام المقام بسط 3.6 من 10، هيطلع معاك البي بواحد 146 من 1000 تسلا. يعني ساعتها هيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم دي. أسئلة كتير في الامتحان دوان، فيها أفكار حلوة. هعرض لكم الأسئلة وشوفوا كده أنتوا تحبوا نعرض منها أنهي أسئلة كحل سريع. وطبعا أنا هكمل حل الأسئلة دي على القناة التانية، عشان زي ما قلت لكم مش هيقدر ينزل في اليوم أكتر من فيديوهين. فهسيب لكم لينك برضو الرابط بتاع القناة في التعليقات، وهعرض لكم الأسئلة بحيث أن أنتوا تختاروا الأسئلة اللي هنحلها في الفيديو على القناة هناك. شوفوا مثلا السؤال رقم 16 في فكرة، السؤال 17 بسيط، سؤال 18 فكرته بسيطة جدا بس طريقته جديدة، طريقة العرض جديدة لكن الفكرة بسيطة. السؤال رقم 19، السؤال رقم 20 من الأفكار العالية وعايزة حد متأسس صح. السؤال 21، السؤال بسيط جدا جدا، إجابته ما تاخدش خطوة واحدة. فشوفوا كده الأسئلة اللي هتناسبكوا إيه، واكتبولي في التعليقات عشان إن شاء الله النهاردة نبدأ نحلها على القناة التانية. استودعكم الله.